بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. We are going to continue Advanced Biotechnology course. Today's lecture is DNA sequencing. What is DNA sequencing? إيه هو DNA sequencing؟ The process of determining the order or the sequence of nitrogenous bases adenine, thymine, cytosine and guanine in a given DNA strand. يعني ايه هو DNA sequencing؟ ان انا عايز اعرف ترتيب النيوكليوتيدات بتاعت الادينين، ثيمين، سيتوزين والجوانين. What can the DNA sequence tell us؟ ايه اللي هيفيدني من ان اعمل DNA sequencing؟ اربع اشياء اساسية هي: First, predict the sequence of amino acid of a protein encoded by the DNA. يبقى عندي DNA بعرف السيكونس بتاعه، يبقى اتوقع ايه الامينو اسيد هتكون شكلها ايه، البروتين هيطلع منه. 2. Second, determine the composition of RNA molecules encoded by DNA. For example, ribosomal RNA and transfer RNA. ببقى عايز اعرف ايه تركيب ال RNA اللي بيطلع لي بي DNA، سواء messenger RNA او ribosomal RNA او transfer RNA. بقدر اعرف تركيبهم من خلال ان انا اعرف ترتيب النيوكليوتيد بتاعتها. Third, locate the position and determine the composition of introns in a gene from eukaryotes. زي ما احنا عارفين لما بيطلع ال RNA، لما بيحصل transcription لل RNA من ال DNA، مش كل ال DNA بيتقري ويطلع منه DNA، الحته اللي ما بتتقريش بنسميها introns. فببقى عايز اعرف ايه الجزء اللي بيقرا من الجين دوت والجزء اللي ما بيقراش وبيوصل المعلومه للار ان اي. بعمل بشوف بعمل سيكونسنج للار ان اي، بعمل سيكونسنج للدي ان اي واشوف الفرق بينهم واقدر اعرف الانترونز اللي هي لم تترجم. فورث، كاركترايز ذا كومبليت جينيتك ميك اب اوف ان اورجانيزم جينوم سيكونسنج. بقدر اعرف تركيبه الجينيه الكامله لأي أورجانيزم بأن أعمل سيكونسنج للجينوم بتاع هذا الكائن. There are three main methods of DNA sequencing. في ثلاث طرق أساسية لعمل DNA sequencing. أول طريقة chemical cleavage methods developed by Maxim and Gilbert. أول طريقة طريقة كيميائية واللي عملها اتنين علماء رون ماكزام وجيلبرت. تاني طريقة انزيماتيك تشين ترمينيشن ميثود ديفلوبد باي سانجر، ودي اللي عملها سانجر. وفي الاوتوماتيد ميثودز، ودي الطريقة الاوتوماتيكية، ودي في منها كذا طريقة هنشرح منهم طريقة في محاضرة جاية ان شاء الله. كيميكال كليفج ميثود، this method needs to use fragment about 500 nucleotides for using in DNA sequencing. ممكن احضرها، يبقى انا بحتاج جزء من الدي ان اي طوله ما يقلش عن 500 بيز او nucleotides. بقدر احضرها من خلال restriction enzyme digestion او بالبي سي ار، وطبعا بستعمل في الحاله دي specific primer عشان احدد المنطقه اللي انا عايز اعمل لها دي ان اي sequencing. This method is reliable for sequencing up to 250 to 300 nucleotide at a time. الطريقة دي بتبقى محتاجة ما بتقدرش تقرا، بتقرا من حوالي من 250 اقصاها 300 بيز بير بيزز في الرياكشن الواحد. لذلك لو عندي دي ان اي طويل باخده على مراحل. The technique requires that target DNA is end labeled. لازم عندي يكون الدي ان اي اللي انا هستعمله يكون اند ليبل، يعني في حته راديو اكتيف او فلورسينيه عشان اقدر اشوفه واحدده على الجيل. Involves modification of the bases in DNA followed by chemical base specific reaction. دي بتستعمل تعمل modification تحوير في النيتروجينس بيز، وبيتليها ان بيحصل كليفج كيميكال كليفج، ان بيتكسر في المنطقه ديت عشان خاطر نقدر نحدد. يبقى انا عندي
The crucial steps in Maxim Gilbert procedure is a specific chemically induced cleavage at one alone or two at a time of the four nucleotide bases. يبقى الحاجة الأساسية اللي في الكيميكال كليفج ميثود إنها اللي هي طريقة ماكسيم أند جيلبرت إنها بتعمل كيميكال كليفج عند نيوكليوتايد واحدة في وقت واحد أو اتنين نيوكليوتايد في وقت واحد من الأربعة نيوكليوتايد اللي هي الـ A والـ C والـ G والـ C زي ما هنشوف السلايدز اللي جاية. إيه هما بقى الـ 3 ستيج بروسيدر ديت؟ أول حاجة بيحصل موديفيكيشن أوف ذا بيس، موديفيكيشن أوف ذا نيتروجينس بيس. أول حاجة بيحصل موديفيكيشن للقاعده النيتروجينيه اللي موجوده في النوكليوتايد. احنا في النوكليوتايد متكونه من شوجر ماسك في كربون نمبر 1 نيتروجينس بيز وماسك في كربون نمبر 5 3 فوسفيت. 2 ريموفال اوف ذا موديفايد بيز فروم اتس شوجر. تاني خطوه الموديفايد بيز اللي حصلها موديفيكيشن هنا يحصل لها ريموفال كتشال من البنتوز شوجر. فاينالي ستراند سيجن از شوجر، بيحصل ان الشوجر ده عنده بيتم قطع النيوكليوتايد عند الفوسفيت عند 3 برايم وعند 5 برايم ويصبح الدي ان ايه يتم قطعه في هذه المنطقه زي ما هنشوف في السلايدز اللي جايه. ناخد الطريقه عامه. يبقى انا عندي الكيميكال كليفج ميثود، اول حاجه بحضر دي ان ايه، وطبعا اي دي ان ايه بيتحضر عاده بيكون دبل ستراندد. بنعمل اند ليبل للدي ان ايه دوت، فعند ال 5 برايم اند من الناحيه دي و 5 برايم اند من الناحيه دي، بخلص من جزء من الناحيه دي بقطعها بالريستريكشن انزيم زي ما احنا شايفين، وده اعمله ديسكارد. ما ينفعش اشتغل على دبل ستراندد، بعمل دينيتشرنج فبيبقى عندي سنجل ستراندد دي ان اي ويبقى اند ليبل. There are four specific sets of chemical reactions that selectively cut the DNA backbone at G, A plus G, C plus T or C residues. عندي أربعة رياكشن بحطهم عند أربع أنابيب بيحصل فيهم إن أنا بكسر الكيميكال ريزيدوز اللي فيها ديت زي ما هنشوف. يبقى عندي الأربع أنابيب the cleavage is done as follow. G specific cleavage، يبقى عندي cleavage specific مخصوص للجوانين، وده بيتم بالدايموسيل سلفيت ويتبعه إن الـ إن الـ إن الستراند دي تتكسر بالبيبريدين. ده وبحطه في انبوبه رقم واحد وبسميها جي، دي بحط فيها دايموسيل سلفيت وبحط معاها بيبريدين عشان خاطر زي ما هنشوف في السلايدز اللي جايه. تاني انبوبه بكتب عليها جي اي جوانين ادينين، وده بيحصل دي بيورينيشن. ده لاي قاعده بيورينيه بيورين، احنا عارفين بيورين موجود في الجي والاي، عند اي قاعده بيورينيه فهتقيم اكسر لي اما جي يا ده يا ده، وده بيتم برضو بالدايموسيل سلفيت. لكن بحط بس الفرق بين الانبوبه دي والانبوبه دي اللي بزود عليها مايلد اسيد. مايلد اسيد يعني حمض ضعيف زي الفورميك اسيد، ده بيبتدي يحفز الدايموسيل سلفيت والبيبريدين انهم يكسروا بوث جوانين اند ادينين. تالت انبوبه بكتب عليها سي تي، ودي سيتوزين ثايمين كليفج. ده بيبتدي لو حطيت هيدروزين فورد باي بيبريدين بيبتدي يكسر لي اي قاعده فيها سيتوزين اللي هي البايريميدينز سواء سيتوزين او سيميدين. اي قاعده فيها سيتوزين، اي نيوكليوتايد فيها سيتوزين، نيوكليوتايد سيتوزين او سيمين يبتدي يكسر عندها الاثنين. رابع انبوبه بكتب عليها تي. هنا لو في نفس الانبوبه نفس الرياكشن ده حطيت عليه هاي سولت، بيبتدي الهاي سولت ده يحمي بروتكت ذا سيمين ويمنعها انها تتكسر، فيبقى اي عندي اي رياكشن هنا بيبقى بيطلع ثايمين. نشوف الكلام دوت في تيوب نمبر 1 اللي انا كاتب عليها جي جوانين. ادي تركيبه الجوانين زي ما احنا شايفين الجوانين. الجوانين بيكون اي نيوكليوتايد بيكون اساسا من بنتوز شوجر ويبقى دي تودو اكسي ريبوز. عندي كربون عندي هنا، لو شفنا التركيب هنا هنلاقي 1 2 3 4 5 6 7 8 9، وعندي هنا تركيم برضه عشان افرق بين التركيم ده والتركيم ده بحط 1 برايم 2 برايم 3 برايم 5 4 برايم 5 برايم. عارفين الجلوكوز البنتوز بيتكون من 5 كربون، عندي كربون نمبر 1 وكربون نمبر 4 بيبتدي الاكسجين يمسك كده ويديني الشكل الخماسي هذا. لما احط
الدايميثايل سلفيت على في دي ان ايه بيبتدي يعمل اتاك فقط، يعني هو هيبين اتاك وبيشتغل على البيورين، لكن ما بحط دايميثايل سلفيت فقط بيبتدي يعمل اتاك يهاجم الجوانين فقط. يجي عند كربون نمبر 7 هنا نيتروجين نمبر 7 ويعمل لها ميثايليشن زي ما احنا شايفين. ده بيتبعها ان يحصل بريكج في السي نمبر 8 والنيتروجين نمبر 9، يحصل بريكج زي ما احنا شايفين كده، يحصل كسر البوند اللي موجوده هنا. لما احط البيبريدين بيعمل اول حاجه يروح كسر البوند اللي ما بين سي برايم 1 سي 1 برايم والان 9 هنا، فيحصل ان النيتروجينس بيز ديت يحصل لها ليبريشن، تنطلق وتخرج بره الرياكشن ده. تاني خطوه يبتدي البيبريدين ده نفسه يتفاعل مع كربون 1 برايم ويكسر لي البوند ديت بين السي وبين الاو بالمنظر ده، تبقى هنا او اتش. بعد كده يعمل حاجتين، البيبريدين ده يبتدي يكسر البوند بين 3 برايم كربون مع الفوسفيت هنا وال5 برايم مع كربون مع الفوسفيت هنا، فيبتدي يطلع لي جزء اي دي ان اي ماسك شابك في النيكروتايد ديت، بعد كده يطلعه كله ناحيه 3 برايم ويطلع لي ناحيه ال5 برايم، يبقى كسر لي الدي ان اي عند النقطه دي. يبقى انا عارف ان اي كسر في الانبوبه ديت هو كان مكانه جي. نفس الحكايه هتحصل لو انا حطيت الدايميثايل سلفيت بس حطيت فورميك اسيد. احنا شايفين احنا هنا الفرق بين الادينين، شايفين هنا مفيش ان اتش 3 لكن هنا موجود ان اتش 2، هنا موجود ان اتش 2، ده الفرق بين الادينين والجوانين، لكن الاثنين فيهم بيورين بيز. لو حطيت فورميك اسيد ففي الحاله دي الدايميثايل سلفيت هيضرب هيعمل ميثيليشن للاثنين سواء الادينين او الجوانين، الاثنين في وقت واحد. لذلك الانبوبه دي انا اتوقع ان يطلع يحصل كيميكال كليفج لسواء الجوانين او الادينين. نفس الحكايه اللي احنا قلناها في السلايد اللي فاتت، يبتدي يحصل ميثيليشن، تتكسر البوند هنا. لما احط البيبريدين يبتدي يعمل ليبريشن للبيز، يبتدي يتحد مع البنتوز شوجر في المنطقه هنا، بعد كده يتبع في الالكالين في الاسيديك ميديوم، يبتدي يكسر البوند هنا نفس الحكايه ويطلع لي 3 برايم بارت و5 برايم بارت اوف ذا دي ان اي. طيب نيجي للبريميدين بيزز، هي سواء السايميدين او السيتوزين. لو حطينا هيدرازين فقط لوحده كده من غير ما احط سلط ولا اي شيء، يبتدي يعمل اتاك لسواء للسيتوزين او السايميدين بالمنظر ده، فيعمل موديفيكيشن للرينج بالمنظر ده، وبعدين تتحول للمنظر ده ويكسر البوند اللي بين السي 5 والاو هنا. ممكن رياكشن يقف لحد كده او ممكن يكمل بالمنظر دوت. وفي الحالتين لما اضيف البيبريدين سواء الرياكشن وقف لحد هنا او وصل لحد هنا، يبتدي البيبريدين يتفاعل مع سي 1 برايم هنا ويبتدي يعمل نفس القصه في الالكالين ميديوم، ويبتدي يعمل ليبريشن لل 3 برايم اند وال 5 برايم اند في الدي ان اي. لكن نفس الرياكشن ده لو زودنا عليه هاي سولت، هاي سولت يعمل بروتكشن للسايميدين، فيكسر فقط ما يكسر فقط المره اللي فاتت كان بيكسر السيتوزين والسايميدين، لكن هنا بيحمي لي السايمين فيكسر فقط الايه السيتوزين. زي ما احنا شايفين يمشي نفس الرياكشن بالظبط، وفي النهايه يطلع عندي تتكسر، يحصل هنا بيحصل لينراليزيشن، يحصل ان هنا بيبقى خط يفتح الرينج هنا، ويبتدي في النهايه يطلع لي ال 3 برايم وال 5 برايم اندز. لو بصينا نيجي نشوف، لو انا هناخد مثال كده في التيوب 1 نخش جوه التيوب نشوف بيحصل ايه. لو عندي دي ان اي طوله مثلا 13 نيكلوتايد 13 نيكلوتايد، ادي ان اي من هنا ادي 5 برايم اند و 5 برايم اند زي ما احنا شايفين فليبلد فوسفرس، فوسفرس مشعه، وادي ال 3 اند الناحيه دي. هنبص نلاقي اول حاجه هيحصل اتاك للجوانين هنا، ده الرياكشن الخاص بالتيوب 1، هيحصل ريموفال للبيز، بعد كده يبتدي يحصل اتاك للفوسفيت جروب، تتكسر البوند دي وتتكسر البوند ديت، والجلوكوز هنا يحصل له لينيراليزيشن،
يبقى بدل ما يبقى حلقة يبقى مفرود، ويبتدي هو نفسه يتسر ويروح بالمنظر ده. فكده يبقى حصل عندي قطع في المنطقة دي، يبقى فصل. يبقى أنا عندي السراند دي اتفصلت عند الجي، يبقى أنا عارف إن السراند واتيفر هنا موجود إيه، بس عارف كان في بعد البيز ديت كان في جي. يبقى أنا عندي أول حاجة احتمالية تطلع عندي السراند بالمنظر ده، زي ما احنا شايفين عند هنا كان طوله 13 الأصل، اتشالت عند ال 11، يبقى أنا عندي جي أبوزيشن 11، واتشال 2 نوكليوتايد هنا اللي هم دول مش هيبانوا في الجل لأنهم ما عليهمش أي ليبو، ما عليهمش مد مشاع. طيب السراند الجديدة دي نفسها طبعا في منها قابس كتير، جزء منها بيفضل وجزء منها بيستهلك. هيجي تاني يحصل اتاك للجي في المنطقة ديت، بعد كده يحصل ريموفال لاتنين فوسفيت هنا، ريموفال للشجر، ودول يروحوا في الجل، يبقى عندي استراند جديدة. يبقى انا عارف عندي الجي اللي كانت عند بوزيشن 8 حصل لها كليفج، وتفضل عندي 7 نوكليوتايد اللي هم دول. هي دي نفسها تخش تحت رياكشن وهكذا، يبتدي يحصل اتاك بالمنظر ده، ويطلع عندي استراند جديدة بالمنظر ده. هنا عندي ستراند من 3 نيكلوتايد زي ما احنا شايفين، يبتدي برضو فيها جي هنا، يبتدي الرياكشن يحصل عليها لحد ما يفضل هنا واحدة، معنى كده ان بعديها كان في جي. يبقى انا عندي يظهر عندي استراندات بالمنظر ده. ده في الانبوبة الاولانية. نشوف الانبوبة التانية. طبعا الانبوبة دي سبيسيفيك، ما هيش سبيسيفيك للجي بس، لكن ممكن تكسر الادينين وتكسر الجوانين زي ما احنا شايفين. هتروح تكسر عند الاي او عند الجي، ودي الاسترانز اللي بتنتج عندي زي ما احنا شايفين كده، يظهر عندي ديت، يظهر عندي ديت لحد اخر واحده، فهي بتكسر يا اما الاي او بتكسر الجي، فهنلاقي عندي بندات اكتر من كانت الجي لوحدها. لو جينا نقارنهم، عملنا الكتروفوريسيس في جيل، اتوقع ان البندات عندي، هبص الاقي ان كل البندات سواء اي او جي زي احنا شايفين موجود في الانبوبه المكتوب عليها جي اي. طب انا ازاي اعرف اذا كانت البند دي بتاعت ايه ولا البند دي بتاعت جي؟ ازاي اعرف؟ لما اجري هنا، هنا معروف ان هو سبيسيفيك للجي بس، فاي بند هنا فهي جي. هنا يا اما ايه يا اما جي، ما ابص هنا ما الاقيش في بند هنا، يبقى دي سبيسيفيك للاي. اجي ابص تاني بند هنا، ابص اعرف اذا كانت جي ولا ايه، ابص قدامها هنا الاقي في بند على نفس المستوى فاعرف انها جي، يبقى دي البند دي تعتبر جي. اخش على البند اللي بعديها ابص الاقيها مفيش قدامها حاجه، يبقى البند دي عباره عن اي، وهكذا. لو لقيت قدامها بند يبقى هي البند بتاعت السبيسيفيك ديت، مفيش بند هنا تبقى هي بتاعت الجزئيه الثانيه اللي هي الاي هنا. نفس الحكايه لو عملنا نفس القصه مع السي والجي، السي والتي، كل حاجه هنا في الانبوبه دي هتبقى يا اما سي يا اما تي. طب اعرف اتفرق بينها اذا كانت سي ولا تي ازاي؟ لو قصادها بند عند السي فتبقى البند دي خاصه بالسي، مفيش قدامها بند هنا تبقى البند دي خاصه بالتي، وهكذا. لو جيت جريتهم في جل واحد بالمنظر ده، فالجل عاده بنقراه من تحت بالمنظر ده، هيطلع عندي البندات بالمنظر دوت، وهنا البندات بالمنظر ده، نشوفها في جل اشيك شويه. فلو جريناهم تيوب 1 وتيوب 2 تيوب 3 تيوب ايه، هنا فيها جي، هنا جي ايه، هنا سي تي، هنا تي. الجل عاده بنقراه سيكونسنج جيل ار ريد فروم ذا بوتوم تو توب، بيقرا من اسفل لاعلى، لان عشان ايه الصغير هو اللي بيبقى بيبتدي من ناحيه دي، ده ناحيه الفوسفورس زي ما احنا شايفين، اللونج فراجمنت بتبقى فوق والشورت فراجمنت بتبقى تحت. فلو بصينا هنا هنلاقي عند التيوب نمبر 4 فيها تي، وهنا السي تي موجوده، وقلنا لو اتنين بند هنختار مين؟ هنختار اللي هي تبقى سبيسيفيك للتي. يبقى اول نيوكليوتايد عندي هي التي. نطلع هنا مفيش حاجه، هنلاقي عند التيوب اللي هي مكتوب عليها جي مكتوب على جي ايه، هنلاقي الاثنين بند موجودين. طالما الاثنين بند موجودين انت هتبقى خاصه مين؟ بجي، فيبقى البند دي معناها النيوكليوتايد دي جي. نطلع خطوه هنبص نلاقي هنا موجود عند السي تي والتي، هنا موجود في السي تي بس، يبقى معناها هنا خاصه بالسي، يبقى البند النيوكليوتايد دي سي. اطلع خطوه ابص الاقي عند الاثنين بند زي ما احنا قلنا هتبقى خاصه بجي. اطلع كمان خطوه ابص هنا مفيش حاجه، وابص هنا هلاقي البند موجود عند جي ايه مش موجود عند جي، يبقى دي خاصه بالاي فقط. اطلع هنا عند البند هنا فبص الاقي الاثنين موجودين جي ايه وجي، تبقى خاصه
بجي، اطلع خطوه هنا ما فيش حاجه، ابص لقينا السي تي والتي هنا معناها انها خاصه بالتي. نلاحظ ان انا لو الانابيب بتاعت السي والتي فيهم بندات ما الاقيش هنا عند الاي والجي بندات، ولما يكون في اي او جي او الاي والجي موجودين مع بعض ما الاقيش بندات، حتى هنا الاي بس موجوده لوحدها ما الاقيش حتى في السي، ولو هنا البندين دول موجودين ما فيش حاجه قدامها، لو بند واحده ما فيش حاجه قدامها. ده عشان خاطر نبقى فاهمين ان دي بند واحده بس اللي موجوده، وهكذا يقرا بالطريقه ديت الجل. ايه الادفانسز والديس ادفانسز للكيميكال ميثود؟ المميزات والعيوب: نو بريميتور ترمينيشن ديو تو دي ان اي سيكونسنج، سو نو بروبلم ويز بوليميريز تو سينثيسايز دي ان اي. هنا ما بيبقاش عنده مشكله، انت عارفين في مشكله ساعات الدي ان اي، الدي ان اي بوليميريز ممكن وهو ماشي كده يبطل قرايه، يعني في الطرق اللي احنا هنشوفها بعد كده يوقف كده فورمل لحاجه مش سبيسيفيك، ودي بتبقى مشكله ما بقاش عارف اذا كان هو واقف فعلا ولا في مشكله. Stretches of DNA can be sequenced with which cannot be done with enzymatic method. الستريتشز دي بتبقى صعبه للدي ان اي بوليميريز ان يقراها، في الكيميكال ميثود بتبقى سهله. الديس ادفانشز نوت وادلي يوزد، ما بتستعملش بطريقه واسعه قوي. يوز اوف راديو اكتيفيتي اند توكسيك ماتيريال، كل الحاجات المستخدمه ديت عباره عن توكسيك ماتيريال، مواد سامه، وبتبقى بيستعمل مواد مشعه. لو لخصنا الطريقه بتاعت الكيميكال كليفج ميثود: فيرست ذا دبل ستراندد فراجمنت تو بي سيكونسد از ايزوليتد اند راديو اكتيفلي ليبلد ات 5 برايم اند ويز فوسفورس 32 اللي هو الفوسفور المشع. يبقى انا عندي اول حاجه الدين ده بيتحضر وبعمل له ليبلنج. ذا فراجمنت از كات زين كات ويز ريستريكشن انزيم اند ذس ذا ليبل از ريموفد فروم 1 اند. باجي عند 1 اند كده اقطعها، يبقى عندي 1 اند موجوده اللي ليبلد بس. The fragment of DNA with one end labeled is denatured. عندي هنا بعملها denaturing عشان ايه؟ لازم الDNA sequencing لازم يكون ايه؟ denatured strand، يبقى عندي strand مفتوح، ما ينفعش دبل strand يحصل لهم DNA sequencing. بيبقوا قافلين بعض، ما الرياكشن ما بيتمش. Four identical samples of this end labeled DNA restriction fragment are subjected to the chemical cleavage at different chemicals. بنعمل أربع أنابيب ونعمل الأربعة رياكشن اللي احنا قلناهم. There are four specific sets of the chemical reaction that selectively cut the DNA backbone at G only, both A and G, C and T, or C only residues. زي ما احنا شايفين الأربع أنابيب بتبقى G specific، بتبقى specific ازاي؟ بحط دايما سلفيت ومعاه بيبريدين فقط. طب عشان تبقى G جوانين وأدينين بعمل اسيدفيكيشن للميديوم في الانبوبه الثانيه، بيبقى اسيد ضعيف كده زي الفورميك اسيد، ده بيخلي الدايم سلفيت والبيبريدين يعملوا اتاك لبوس للجوانين والادينين. ثالث انبوبه بنعمل اتاك للنيكلوتايد للبيرميدين بيزز اللي هو السيتوزين والصايمين بالهيدرازين، وبعد كده بنعمل بيبريدين زي ما احنا شايفين، زي ما احنا قلنا بيكسر لي الفوسفيت جروب. لكن لو عايز اخلي بس الرياكشن يمشي على السيتوزين بس، بحط هاي سولت عشان يحمي الصيمدين من الرياكشن، وده في الانبوبه بيبقى الرابعه. For each labeled chain to be broken only once، يبقى كل تشين بتتكسر مره واحده في المره. The reaction are controlled. The labeled subfragment created by four reaction have phosphorus 32 label at one end. يبقى انا عندي نتيجه الرياكشن ده اللي حصل في الانبوبه، يبقى عندي ناحيه فيها فوسفور، وده المهم جدا فوسفور مشع عشان اقدر اشوفه على فيلم بتاع اكس راي. ذا كيميكال كليفج بوينت ات ذا اذر اند، وعلى الناحيه الثانيه الكليفج اللي حصل نتيجه التفاعل الكيميائي. ذا رياكشن برودكتس ار سيبريتد باي بولي اكريلامات جيل الكتروفريسس ويتش از بيزد اون سايز. يبقى انا بجري على جيل، والجيل ده بنعمل جيل بكونسنتريشن عاليه وبيبقى فيري ثين وبيبقى فيري لونج، يبقى طوله حوالي 60 سنتي، وبياخد عند فولت 2000 فولت تقريبا، وده بيخليه لي يفرق بين يعني لو عندي دي ان اي ودي ان اي يفرق بينهم بيز واحده يقدر يفرق بينهم. وطبعا سمولست فراجمنت جوز فاستر، الفراجمنت دي الصغيره بتمشي اسرع من الكبيره. ذا ليبل فراجمنت ان ذا جيل ار فيجواليزد باي اوتو راديوجرافي، بنحط عليها الفيلم الاكس راي ده ويبتدي تعمل اشعاع في الفيلم، ونحمض الفيلم ونبتدي نشوف السيكونس. The sequence is read from bottom to the top of the gel. بنقرا الجل مش من فوق لتحت، لا من تحت لفوق.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. عنوان محاضرتنا النهاردة إن شاء الله DNA sequencing، هنركز على chain termination method أو Sanger method. What is DNA sequencing? The process of determining the order of the bases adenine, thymine, cytosine and guanine in a given DNA strand. يبقى عملية DNA sequencing هي الطريقة اللي بحدد بيها ترتيب أو تتابع البيزز لنيكلوتايد ATCG في أي DNA مطلوب عمله DNA sequencing. إيه الاستفادة اللي نستفيدها من عمل DNA sequencing؟ First, predict the sequence of amino acids in protein encoded by DNA. أتوقع لما أعمل DNA sequencing أقدر أتوقع البروتينز اللي ممكن تطلع منه، كل كودون يطلع من كودون تبقى 3 نيكلوتايد يطلع منها أمينو أسيد شكلها إيه. Second, the composition of RNA molecule encoded by the DNA like ribosomal RNA and transfer RNA. أقدر أحدد تركيب الـ RNA أتوقع تركيبه إيه من خلال إن أنا أعمل DNA sequencing، فأتوقع تركيب أو أعرف تركيب ريبوزومال وترانسفير والمسنجر etc. Third, locate the position and determining the composition of introns in a given in a genes from eukaryotes. احنا عارفين ان لما بيطلع المسنجر RNA مش كل الجزئية بتاعت الجين بتطلع يحصل لها ترانسكريبشن لمسنجر RNA، جزء منه ما بيحصلوش ترانسكريبشن، ده بنسميه الانترونز. عشان كده المسنجر RNA بيبقى اقصر من الجين، فاقدر احدد مكان الانترونز اللي موجودة على الجين. Characterize the complete genetic makeup of an organism. من خلال DNA sequencing ممكن أعرف التركيبة الجينية لكائن حي كامل زي الهيومن جينوم زي الدروسوفلا جينوم وهكذا. There are three main methods of DNA sequencing. في طرق أساسية أو عامة. Chemical cleavage method دي اتكلمنا عليها في محاضرة قبل كده. Enzymatic chain termination method، Sanger method دي اللي هنتكلم عليها النهاردة إن شاء الله. وفي automated methods. Chain termination or Sanger method. These DNA senses reaction, so it needs single-stranded DNA as a template. العملية دي بيتم فيها synthesis لنسخة مقابلة، يبقى عندي template قالب وبعمل نسخة مقابلة ليه، لذلك لازم يبقى عندي single-stranded، يبقى موجود as a single-stranded DNA as a template كقالب يكون مقابل ليه. طب هل ممكن استعمل دبل ستراندد؟ ممكن استعمل دبل ستراندد، بس اول حاجه لازم اعمل له ايه، اعمل له دينيتشرنج، اسخنه او احط له الكالي يفصله ايه، يفصل اتنين ستراند عن بعضهم. في طريقه التشين ترمينيشن ميثود بيبقى بتقدر تطلع كميه نيكلوتايد اكتر، بتطلع حوالي 500 نيكلوتايد، ده طبعا اكتر من الماكزم اند جيلبرت ميثود بتطلع عليه اقصاها 300 نيكلوتايد. This method uses di-deoxy nucleotide triphosphate which have an H on 3 prime here of the ribose sugar instead of the normal OH found in in 2-deoxy triphosphate ليهن. يعني ايه الكلام ده؟ انا عندي في الـ RNA بيبقى فيه OH هنا، والـ OH هنا بيبقى اسمه ريبوز. لو شلت الاو اللي موجود هنا عند كربون نمبر 2 بيسموه 2 الى كربون نمبر 2 دي اوكسي منزوع الاكسجين نيكلوتايد، مين شال منها الاكسجين هنا يبقى اسمه دي اوكسي ريبوز. طب لو شلت او كمان هنا هيبقى عندي داي دي اوكسي نيكلوتايد، يبقى عندي داي دي اوكسي ريبوز موجود بالمنظر ده. ودي الفكره اللي بتقوم عليها التشين ترمينيشن ميثود. ازاي الفكره دي بتقوم؟ عشان نعرف كده لازم نعرف normal steps in DNA synthesis. لازم يبقى عندي template زي ما احنا شايفين، ده template قالب، ولازم يكون في برايمر ماسك فيه. ممكن ده لسه ليه باقي هنا والبرايمر ده ليه باقي هنا، بس احنا هنركز على الجزئيه ديت. فلازم يكون عندي برايمر، لازم يكون البوليمريز لازم يبتدي عند double stranded، ما يبتديش عند single stranded كده يبتدي يرص، لا يبتدي يشبك النكتر، لا لازم يكون في double stranded بالمنظر ده. طب بيحصل ايه؟ اول حاجه بتيجي نيكلوتايد بالهيدروجين بوند، هنا في السي كومبلمنتري بتاعها بيبقى جي، لو في A بيبقى كومبلمنتري بتاعها تي، والعكس لو في تي هيبقى كومبلمنتري بتاعها A، ولو في جي هيبقى كومبلمنتري بتاعها سي.
ايه اللي بيحصل هنا؟ اول حاجه بيتكون بيمسك الجي بتمسك في السي بالهيدروجين بود، بس ده كده ما يعتبرش ان حصل كيميكال اتاتشمنت كويس. فاول حاجه بتبتدي عند الكربون 3 برايم هنا في او اتش مع الفوسفيت الالفا فوسفيت، هنا فينا الفا بيتا جاما اللي هي ترايفوسفيت، هيحصل كسر للبوند بتاعه الفوسفيت في المنطقه ديت، ويبتدي البوند ديت تتحول وتمسك في الكربون الموجود هنا ويخرج للاو اتش من هنا ويطلع البايروفوسفيت من هنا زي ما هنشوف دلوقتي. ادي كسره البوند وادي الاو اتش حصل لها ريليز وتكون عندي هنا بوند. هل ممكن يتكون واحده كمان هنا؟ ممكن طبعا. اول حاجه هتيجي مقابل ليه هنا سي، ويبتدي يحصل نفس القصه الموجوده هنا اللي بيقوم بالقصه دي اللي هو دي ان ايه بوليمريز. فهنشوف هنا ادي البوند اتكونت هنا اهو، ويبتدي تاني خطوه يحصل ان البي هنا تمسك في كربون نمبر 3. يبقى انا عندي الاكستنشن ماشي 5 3 5 3 عشان كده بنسمي المنطقه دي 5 برايم اند، والاتجاه الثاني بيبقى 3 برايم اند اللي هو في الاتجاه دوت. في الحته المقابله بتبقى العكس، بيبقى هنا 3 برايم الناحيه دي وال5 برايم في الاتجاه الاخر اخرها 5 برايم هنا اهو. عشان كده بنقول هما بارلل بس انتي بارلل، لان ده ماشي في الاتجاه دوت من ال5 برايم لل3 برايم، وده ماشي من ال5 برايم لل3 برايم، يبقى بارلل بس انتي بارلل. وهكذا نبتدي الدي ان ايه يتكون زي ما هنشوف دلوقتي. ادي عندنا البوند دي بتتكسر اهيت وبتتكون، ويبتدي تتابع هنا ال A يبقى قصادها T، وال G وال C يبقى قدامها G، وال C يبقى قصادها C، وال T قدامها A، وهكذا. يبقى كده كون عندي دبل ستراند. كده مفيش أي مشكلة في الـ DNA senses لأن النيوكليوتايد مظبوطة. طب لو أنا عندي هنا اتكون أدي أول نيوكليوتايد تاني نيوكليوتايد، عند أي نمبر من النيوكليوتايد حطيت دايدوكسي نيوكليوتايد، هل هي ممكن تشبك في اللي قبليها؟ هتشبك في اللي قبليها، لكن هنا ما عنديش او اتش، فنشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي. هنا الرياكشن هيتم عادي مع الدايدوكسي نيوكليوتايد ديت واتكونت مسكت في اللي قبليها، لكن لو جت الكومبلمنتري اي بيس كومبلمنتري هنا مش البي هنا مش هتلاقي او اتش عشان تعمل التفاعل بتاعها، فيحصل تشين ترمينيشن. ومن هنا جه فكره التشين ترمينيشن ميثود، يعني فوسفيت جروب كان نوت اتشاتش تو كربون نمبر 3 فيوقف التفاعل لحد هنا. اذا دايد اوكسي ميثود او تشين ترمينيشن ميثود، ذا تمبلت سنجل ستراند دي ان ميكسد ويز ا كومبلمنتري برايمر اللي احنا شفناه دلوقتي، بيبقى طوله حوالي 16 17 نيوكليوتايد، وده ممكن يبقى نعمله ليبلنج بفوسفيت اند فور نورمال دي ان تي بيز. طبعا ان دي معناها A أو T أو C أو G، فبنحط N على حسبها. One of which is radioactively labeled، يا إما بعمل ليبلنج لواحدة من دول أو بعمل للبرايمر بعمله ليبلنج. For subsequent visualization purposes عشان أقدر أشوفهم في المراحل اللي بعد كده. This mixture is then split into four different tubes، يبقى أنا بحط التمبلت معاه النيوكليوتايد النورمال نيوكليوتايد ديت ومعاه البرايمر. بعد كده بقسمه لاربع انابيب four different tubes that labeled A, C and G and T. Each tube is then spiked with different diodeoxy NTPs. بعد كده كل انبوبه بكتب انبوبه عليها A واحط عليها DDATB واسميها A، انبوبه اسميها C واحط فيها DDCTB، انبوبه اسميها T واحط فيها DDGT، وانبوبه بسميها T واحط فيها DDTB. بعد كده بنضيف البوليميريز ويبتدي التفاعل يتم. هيتم التفاعل زي ما احنا شفنا، وممكن بقى occasionally diodeoxy nucleotide is added instead of the normal diodeoxy nucleotide and the synthesis of the strand is terminated at this point. وممكن في الحاله دي هو بيضيف الطبيعي، ممكن مره يضيف الطبيعي ومره ما يضيفش الطبيعي، فتخش الدايدوكسي فتعمل chain termination زي ما هنشوف في السلايدز اللي جايه ان شاء الله. يبقى انا عندي ماستر تيوب بحط فيها البرايمر التمبلت دي ان اي بوليميريز الفورن نورمال نيوكليوتايدز، وبعد كده اعملها سبليت لاربعه تيوب، اسمي واحده اي جي تي سي، وكل واحده دي احط فيها النيوكليوتايد دايدوكسي نيوكليوتايد زي ما احنا شايفين. بيتم ازاي بقى التفاعل دوت؟ في التيوب اللي احنا ناخد مثلا التيوب المكتوب عليها جي،
هحط اول حاجه البرايمر، هيمسك في التمبل الدي ان ايه، ده التمبل الدي ان ايه اللي انا عايز اعمل له دي ان ايه سيكونسنج. بعد كده بحط دي ان ايه بوميريز ونورمال دي ان ايه تيبيز. ده في الطبيعي بيحصل كده، هنبص نلاقي في الطريقه الطبيعيه لما احط التمبلت واحط البرايمر واحط النيوكليوتايد يحصل انه بيعمل لي كومبلمنتري ستراند، ستراند مكمله لستراند، السي قدامها جي والاي قدامها تي والجي قدامها سي وهكذا. طب probability 1 هبتدي انا احط نفس الميكشر دوت وازود عليه الدي دي جي تي بي. انا عندي سي هنا، اول احتمال ان هو يمسك فيها الدايد اوكسي جي تي بي فهتعمل تشين ترمينيشن في النقطه دي. probability 2 هنبص نلاقي نفس الرياكشن، فعندي هنا فين؟ عندي سي هنا كمان، فممكن يحصل ان تقف عند المرحله دي. probability 3 عندنا سي ثالثه هنا، فممكن دي تتكون نورمال ودي تتكون نورمال، لكن نيجي عند دي نبص نلاقي اتكونت الايه؟ دايد اوكسي جوانين، فيتكون عندي ثلاثه تشين بالمنظر ده، كل واحده تنتهي بالجي. عند السي تيوب نفس الحكايه، لو حطيت ميكشر وفي دي دي سي تي بي هنبص نلاقي هيقف عندي اول جي، ادي اول احتمال، في عندي جي تاني هيعمل لها كومبلمنتري سي فيكمل هنا عادي زي ما احنا شايفين. لو كون هنا سي عادية فممكن يجي عند هنا يكون الدايد اوكسي، فممكن يكون دي عادية ودي عادية بس يجي عند التانية هنا ويعمل انكوربوريشن للدايد اوكسي سي تي بي. الاحتمال الرابع ان دي عادية دي عادية دي عادية دي عادية نورمال ويجي عند التالتة دي ويحط، يبقى حصل تشين ترمينيشن في المنطقة دي، يبقى عندي كذا احتمال. في الاي تيوب زي ما احنا شايفين ادي عندي الكومبلمنتري ستراند وادي عندي البرايمر، والبرايمر هنا ليبل بريديو اكتيف فوسفورس، فعندي ادي اول احتمال هيجي عندنا التي هنا هيبقى يكمل لها كومبلمنتري، ادي البوليميريز اهوت، هي عندي التي هنا وعمل حط الايه دايدو اوكسي فعندها هيقف هنا، ده احد الاحتمالات. وادي احتمال تاني ممكن يكون بالطريقه دي زي ما احنا شايفين، يجي عندي كذا احتمال ان يقف عندها الدايدو اوكسي وهكذا على طول لحد الاخر اخر الاستراند. In the tube containing DDATB some percentage of newly synthesized molecules will get diido oxy ATB in each place that is there is a T in the template DNA. يبقى احنا لو خدنا الانبوبه المكتوب عليها ايه كمثل فنلاقي ان ممكن الستراند الجديده ممكن بعض الاحتمالات ان بدل ما تحط النورمال اي تي بي تحط الدايد اوكسي اي تي بي فهتديني نسبه تقف عندها كتير. The result is a set of new DNA molecules at in tube A each of which ends in an A. هنلاقي الانبوبه المكتوب عليها تشينز كتير مكتوب عليها A. A similar type of reaction occur in the other three tubes, result in molecules that end with C, G, and T in tubes C, G, and T respectively. في الأنابيب مكتوب عليها C و G، نفس الحكاية، strands بتنتهي بنفس النهايات اللي مكتوب عليها دي. After the synthesis reaction are completed, the product of the four different tubes are labeled into, are loaded into the adjacent lane of polyacrylamide gel. And the different fragments are separated by size. بعد كده بجيب الأربع أنابيب وأجريهم side by side، أربع لينز جنب بعض عشان أقدر أقارنهم بين بعض، وطبعًا هم هيحصل لهم separation على حسب الحجم. Sequencing gel is able to resolve fragments that differ in size from each other by only one base. يبقى بيقدر يفرق بين chain وchain على لحد ممكن فرق واحد اللي هو fragment واحدة اللي هو nucleotide واحدة. After electrophoresis to separate the fragment by size, the fragment are visualized by exposing the gel to photographic film. بجيب فيلم اكس راي واحطه على الجل، وطبعا في مواد مشعه بتضرب في الجل، بعد كده اجيب الفيلم ده احمضه بيطلع لي بالمنظر احنا شايفينه. لو بصينا هنلاقي بند واحده بس على خط واحد، مفيش بندين على خط واحد، هنا بند واحده بس لان كل واحده بتنتهي، عاملين اربع انابيب وكل واحده بتنتهي اما بسي يا اما بجي يا اما بايه يا اما بتي. يعني all fragment in lane A will end with an A، يعني كل اللي هنا هنلاقيها تنتهي بإيه بس، وهتلاقي مفيش حاجة قصادها على الجيل تختلف عن المجزم جيلبرت ميثود.
ونفس الحكاية في السي والجي والتي. The sequence of the DNA is read from the gel by starting at the bottom and reading upward. يعني ابتدي دي رقم واحد، رقم اتنين، دي رقم تلاتة. يعني هنا تبقى T، هنا A، هنا C، هنا G، هنا A، وهكذا يتقري بالطريقة دي. Analyzing the results زي ما هنشوف هنا، زي ما قلنا في السلايد اللي فاتت، ادي عندي الاربع انابيب A و G و T و C، باخدهم طبعا بعد ما يحصل denaturing، واخد الراديو اكتيف ماتيريال ديت واجريها على اكريلامايد جيلز في اربع لينز جنب بعض هيتفصلوا. بعد كده اجيب فيلم اكس راي واحطه على الجيل دوت، فيحصل ان البند ده تضرب في الـ في الـ في الـ في الـ في, الـ في الفيلم هنا وتديني البندات ديت، وببتدي اقرا البندات زي ما احنا شايفين من تحت. ادي عندي هنا في الجي، هنا تي، هنا اي، هنا تي، هنا اي، هنا جي، سي، اي، وهكذا. ونقرا جيل من تحت لفوق زي ما احنا شايفين، ويبقى عندي ترتيب السيكونس دوت، يبتدي رقم واحد لحد الاخر وهكذا. والجيل ده بيبقى طوله حوالي 80 سنتي، فبيديني قراءه كتير، بنقدر نقرا من 300 ل 500 بيز بير. ايه الادفانشز والديس ادفانشز بتاعه التشين ترمينيشن ميثود؟ موست بوبلر ميثود دي سهله جدا في التعامل معاها، بتبقى خلال ساعتين او ساعه بنقدر نعمل الرياكشن ونبتدي نشغل الجيل. الديس ادفانشز يلدينج ا بور ريزلت اون تو سكندري ستراكشر ان ذا دي ان اي از سام تايمز ان اي بوليميريزز ترمينيت تشين الونجيشن بريماتورلي. مشكله الطريقه ديت ان لو عندي سكندري ستراكشر، يعني السكندري ستراكشر بتاع الدي ان اي، فالبوليميريز ما بيقدرش يقرا في المنطقه دي، فبيحصل بريماتوريشن، بيوقف اللونجيشر عند منطقه مش صح، فممكن يديني نتيجه غلط. The sequence is obtained not from the original DNA molecule but from an enzymatic copy, so there is a chance of incorporating a wrong basis. طبعا اللي احنا ما بناخدش، ما بنعملش سيكونس زي الجيلبرت ماكزم للدي ان اي مباشره، احنا بناخد الكوبي، الكوبي اللي بتصنع، وهي دي اللي بيحصل لها سيكونسنج. فممكن البوليميريز ده نفسه ده جاي من بكتيريا، يعني ما هياش حاجه ادفانسد قوي، فممكن يقرا غلط، ممكن يحط ايه بدل سي وجي بدل تي، اي حاجه، فده احتماليه انه ممكن يقرا حاجه غلط. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. The lecture of today is DNA sequencing automated method. There are three main methods of DNA sequencing. We have described the chemical cleavage method, Maxim and Gilbert method. We can find this lecture in these links. Enzymatic chain termination method. You can find this lecture in these links. Today's lecture is automated method. We need to recall some of the previous lecture because it is joined to today's lecture. Chain termination method. These are DNA synthesis reaction and DNA single-stranded double strand. This method uses dideoxynucleotide triphosphate. As we see here, this deoxyribose, when O is here, it is ribose, it is found in RNA. When oxygen is removed from carbon number 2, so it is 2 deoxyribose. If extra oxygen is removed from carbon number 3, so it will be dideoxyribose. What happened if the oxygen is removed from the carbon number 3? In normal case, that's the DNA strand, and if one nucleotide is needed to be added to here, the bond between this alpha beta gamma phosphate, bond between alpha and beta phosphate will be broken down, and this phosphate will join to a carbon number 3 here if OH is found. If there is no OH here, there is only H, this phosphate cannot join here, and this is the base of chain termination method of Sanger. So
In the deoxy method or chain termination or Sanger method, the template single-stranded DNA is mixed with complementary primer, should be there is a primer, and four normal nucleotide, DNA to base, DN represent A or C or G or T, one of which is radioactively labeled for subsequent visualization purposes. Also, the primer can be radio-labeled. The mixture is then split into four different tubes that is labeled A, C, G, and T, in which tube A add DD ATB is added, tube C DD CTB is added, tube G DD GTB is added, and the tube T DD TB is added. DNA polymerase is then added to start the DNA synthesis. Occasionally, dideoxynucleotide is added instead of the normal deoxynucleotide, and the synthesis of that strand is terminated at that point. So, in the tube labeled A, DDTB containing DDATB, some percentage of the newly synthesized molecule will get DDATB in each place that there is a T in the template DNA. The result is a set of new DNA molecules in the A tube, and each of which ends with an adenine. The same will happen for the rest of the three nucleotides. After the synthesis reaction are completed, the product of the four different tubes are loaded into four adjacent lanes of the polyacrylamide gel, and the different fragments are separated by size. The sequencing gel is able to resolve fragments that differ in size from each other by only one base. As we see in this gel, after electrophoresis to separate the fragment by size, the fragments are visualized by exposing the gel to photographic film. All fragments in lane A will end in an adenine. The same in well C will end with cytosine, and so on. This the sequence of the DNA is read from the gel, starting from subodon bottom, reading upwards like this. So it will be T, A, C, G, A, G, A, T, A, T, A, T, G, G, like this. Automated DNA sequencing. Sanger sequencing has been automated. The difference between chain termination and automated sequencing, that method of Sanger is automated. This method does not require radioactivity. Instead, four different fluorescently labeled dyes are attached to the four different dideoxynucleotide. So instead, we label with phosphorus, we label with fluorescent dye, four fluorescent different dye. This means that the strand that contains G's will have the different label from that have A's. This in turn means that the fraction can be done in one tube, so no need to split into four tubes, so only one tube, because it will be detected through a detector. The data is read by fluorescence scanner during the electrophoresis, and the band pass close to the bottom of the gel. Simply, this gel is running. Any band reaches this step will be activated by laser and then detected by a detector. This is the DNA. This data will be sent to the computer to interpret. If we compare Sanger method and automated method, the same reaction came in the Sanger method. The four reactions are split into four lanes and read one by one. But here all the tubes or the reaction can be put here, because each of which has a different dyes like red, yellow, green, blue, and yellow. So these different colors can be read in the sequencing gel, and each one
can be detected like this and expressed in a peak in a gram like this. The sequence is determined by the order of the dyes coming off of the gel. This automated method can be more developed using capillary electrophoresis. In capillary electrophoresis, separation has many advantages over slab gel separation. Capillary electrophoresis separation are faster and are capable of producing greater resolution. As we see here, this is a capillary, very, very minute tube, capillary tube. Once the band comes out from here, according to the dye labeled, it will be excited by laser beam. This excited laser beam will pass to here, reflected to here, to photomultiplier tube, which translate it into the graph we have been shown in the previous slide. Capillary electrophoresis instruments can use 10 and even 100 of capillary. So many capillaries can be read here. So it can be read at one time. NCGE fused silica capillaries of 50 to 100 micrometer in diameter and 30 to 80 centimeter in length capillary are filled with separation matrix consisting of a gel and electrode buffer. Solution phase DNA molecule are injected into the capillary either by pressure, electrokinetics injection or separation and separated inside the capillary according to their size and very high voltage conditions from 5 to 30 kilovolts. As we see here, there is a many capillaries. If we measure the diameter to the pipette tip, it will be seen the size. The diameter is very small, and many capillaries can be done at one time. The molecules are typically detected using UV light absorption or laser-induced fluorescence detection as they pass a detector at the end of the capillary. If we see here, if it is the first injection of the molecule, there are four different colors as we see. Once it moves in the capillary, a light source here, usually laser, can emit here and exit the dye. So a detector here can detect this color and interpret as a peak in the computer. What is the advantages of capillary electrophoresis? Use higher RAM voltage to separate DNA fragment. This led to short time electrophoresis and efficient heat dissipation. So prevent the heat, because if we increase the volt in the normal beige polyacrylamide gel electrophoresis, the gel become very hot and the glass may be broken. So this can overcome this heat overheat problem, and it is fast. If we compare the old fashion electrophoresis, this electrophoresis gel of either Sanger or Maxim Gilbert method, this is a manual. It is low throughput sequencing, labor intensive, relatively expensive, slow, days per month of work. So we can work many days in a month. An automated method, high throughput sequencing, machine do the work, relatively cheap, quick, hours per days of work. So it is has benefits over the manual method. What is the use of DNA sequencing in medicine? Mutation detection in cancers, identify, diagnose and treat genetic diseases, pathogen research for treatment of contiguous disease, genetic variations and single nucleotide mutation discovery. SNP maps may help scientists to identify the multiple genes associated
with cancer, diabetes, vascular and mental diseases. Forensic medicine. In most cases, purpose of the forensic DNA test is to investigate possibility that two or more biological samples originated from the same individual, meaning to compare biological sample from one person and another. Also, it may be used to how rare the DNA type is. Also, microsatellites. Satellites are di, tri, or tetranucleotide tandem repeats in DNA sequence, can be used for identifying important genetic traits, forensic and paternity studies. It can be also used in proteomics. One of the key practical questions of the role of each gene has a synthesizing specificities. So this is called proteomics, and it is crucial to application of DNA sequencing, including gene therapy and drug discovery. Species extinction. So mammoth DNA could be taken and investigated. The study will clarify role of environmental changes did play in the extinction of an entire species. This is the outcome of the automated DNA sequencing. As we see these peaks, every peak expresses one of the nucleotides shown here, and we can interpret the result of if the peaks over there is peak overlap or something like that. It is easy to interpret the result. Thank you for your listening, and see you in next lecture, inshallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.